الأشواط مستمرة والتحديات مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام في صباح هذا اليوم، وهذه المكرمة مكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لهذا السن، سن الفطامين والبحث والتنقيب دائما عن المعادن النفيسة في هذا العالم الساحر مع هذا السن الأصغر والأجمل. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالإبكار، ننطلق بالصدارة مع هذه الشعارات المتميزة، مع هذه الأسامي اللامعة والرنانة في هذا العالم الساحر. نتابع البداية وأرهني دانات على المقدمة مصبح بن سالم بن مصبح النعيمي من انطلق بالصدارة. المركز الثاني من الجانب الآخر أرى هناك مرموقة أو أرى التسلل من الجانب الآخر من الشاهينية، محمد بخميس بالسم المنصوري اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط، ومع المركز الثالث نتابع شعل المبارك من محمد بن مسفر من قوبع المنصوري، ولكن أرى التسلل مع المركز الرابع أرى هني دعابة بالشعار زايد بن حمد بن راشد بن غدير من انطلق أيضا بالمركز الرابع، والمركز الخامس رهني ايضا شعار علي بن عبد الله بن علي بن واسع مع الشاهنية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، ولكن ارى هناك يا سلام الشاهنية اللي يار الشوط من دفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، ومحمد بن خميس بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهنية اظنها قفلت على مجريات هذا الشوط. سلام يا الوثبة، سلام، اسعدت صباحا مع هذا الأداء المتميز اللي تقدمه الشاهنية وهي تنفرد بناموس هذا الشوط بدون أي منافس. تهاني لمحمد الخميس بالسم المنصوري على فوز الشاهنية بالمركز الأول. المركز الثاني تصر فيه الشاهنية لسعيد بن سالم بن عوض بن عبيد النعيمي. المركز الثالث لمحمد بن يمع بن عبيد الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالتهنية لمحمد بن خميس بالسم المنصوري على فوز الشاهنية بالمركز الأول، دقيقتين 11 ثانية توقيت الزمني.